ما شاء الله عندنا اماكن كده يعني كتيره جدا في مصر جميله ومبهره جدا. ايه اللي بيخلي عندنا الاغاني يعني مش مرتبطه اغلبيتها بالهويه المصريه؟ ليه؟ يمكن دلوقتي احنا بقينا حابين شويه نقلد بره، نروح للمزيكا، وده مش عيب، او انا مش شايف انه يا اما نعمل ده يا اما نعمل ده. احنا ممكن نعمل ميكس لطيف جدا بين الصوت الاوديو بتاع بره، او نقرب للشكل اللي بنحب نسمعه بصوره من هنا. صح. يعني ممكن او زي ما قلت لك مثلا، يعني انت معلم مثلا، في الاول يمكن الموضوع ملوش علاقه مثلا بالمزيكا المغربي قوي، غير في الاول في صوت آلة مغربيه انا مش حاضرني اسمها دلوقتي، والايقاع الاكسنت بتاع الايقاع، لكن ما فيش مثلا اي يعني آلات تانية اكتر من كده، بس هو ادى الحته الطابع المغربي بآلة واحده بالظبط، خلاص فان يبقى فيه الروح. لا احنا هنا بقينا بنعمل ده يمكن بالتصوير اكتر من الكلام بالظبط، يعني بقى بنستغل الاماكن كلوكيشن مثلا لتصوير كليب او حاجه اكتر ما احنا بنستغل الالحان والكلمات والطابع. دي المشكله، الطابع بتاع المنطقه دي او المكان ده. فانا نفسي انه يحصل الميكس بين الصوت المزيكا العالميه بس بطابع شرقي ومصري بالظبط.